ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا من ريف حماة الناشط الإعلامي محمود الحموي. أهلا بك محمود، بداية ما هي آخر التطورات الميدانية على جبهة السيرياتيل والظافرية في ريف حماة؟ أهلا بكم أخي الكريم. دعنا نبدأ من هذا النبأ العاجل الذي وردنا منذ قليل، حيث وصل إلى مشفى حماة اللاوطني 33 جثة لقتلى النظام من جنسيات مختلفة، بينهم ضابطين من جيش النظام، 33 قتيل و10 جرحى، كلهم من جنسيات مختلفة، إنما اثنين منهم ضباط من جيش النظام. طبعا هؤلاء قتلوا على المعارك الدائرة على جبهات ريف حماة، كانت اليوم أكثرها اشتعالا على جبهة السرياتيل كما تفضلتم في تقريركم. 3 محاولات كانت لجيش النظام والميليشيات التي تقاتل معه، خصوصا الميليشيات الشيعية والميليشيات أحمد الدرويش، حاولت 3 محاولات كلها باءت بالفشل من أجل السيطرة على تلة السرياتيل. إحدى المحاولات تم قتل مجموعة كاملة نصب عليها كمين، وعندما حاولت التقدم وتركوها المجاهدين أن تتقدم مسافات، ومن ثم أحكموا عليهم وقتلوهم جميعا. طبعا قبل ساعات المساء تماما تمكنت ميليشيات النظام من السيطرة على تلة السرياتيل. إذا تلة السرياتيل باتت الآن تحت سيطرة ميليشيات النظام بعد كل المعارك التي دارت على مشارفها. كذلك على تلة السرياتيل اليوم تم تدمير دبابة لجيش النظام، وتم مقتل ضابط أيضا بقنص، تم قتله. هذا الضابط كان هو قائد مجموعات الاقتحام في المحاولة الأولى التي كانت تحاولها ميليشيات النظام، تم قتل هذا الضابط وتم كبح جماح المهاجمين في المحاولة الأولى، ولكن في المحاولات الأخيرة باتت هذه القرية تحت سيطرة ميليشيات النظام. طبعا نذكر بسقوط تلة السرياتيل، هذا يعني عدة قرى تقريبا ناريا سقطت، وأهمها قرية الزهراء يعني ناريا باتت تحت سيطرة ميليشيات النظام، وكذلك وضع أم تل نعم يعني خنزير أنت الآن في خطر. تحدثت عن سقوط تلة السرياتيل بيد قوات النظام، ما هي الأهمية الاستراتيجية لتلة السرياتيل؟ أخي الكريم، في الحقيقة النظام يحاول الوصول إلى هذه التلال من أجل إحكام السيطرة وتضييق الخناق على قرية أبو دالي. الهدف القريب للنظام له أهداف بعيدة، طبعا الوصول إلى مطار أبو ظهور، وأهداف قريبة هي قرية الرهجان وأبو دالي. على الجبهة الغربية للريف حماة الشرقي هي قرية أبو دالي، ويحاول اقتحام المشيرفي وذا الخنزير وتلة السرياتيل من أجل تضييق الخناق على المجاهدين في داخل قرية أبو نعم دالي، ومن ثم إحكام السيطرة عليها. نعم ما هي بعد آخر سيطرتها المعلومات عن المعارك بين تنظيم الدولة وتحرير الشام في ريف حماة الشرقي؟ آخر المعارك ليس هناك أي تقدم للتنظيم على الهيئة. المعارك التي دارت اليوم كان التنظيم يحاول السيطرة على تلة رسم الحمام، هذا يعني تقدم باتجاه الأمام، ولكن القتال الذي والاشتباكات العنيفة التي دارت في مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة بين الهيئة وبين التنظيم، تمكنت الهيئة من خلالها صد هجوم التنظيم وتدمير سيارة بيك أب. وبحسب ما ورد عن وكالة إيباء أنه تم قتل أكثر من 10 من عناصر التنظيم وتم صد الهجوم، وبقيت النقاط التي كانت فيها الهيئة مكانها ولم يستطيع التنظيم نعم يعني التقدم سيد باتجاه النقاط نعم التي تسيطر سيد عليها الهيئة. محمود، تحرير الشام أطلقت النفير العام لصد هجمات قوات النظام وتنظيم الدولة، ما مدى استجابة الفصائل والمقاتلين لهذه الدعوة؟ أخي الكريم، في الأيام الأخيرة اليومين الماضيين بحسب ما علمنا وصلت عدة فصائل معظمها من الجيش الحر، وهناك أنباء عن وصول أحرار الشام ولكن ليس مؤكد هذا الخبر، ولكن بعض فصائل الجيش الحر رأيناهم بأم العين اتجهوا إلى تلك النقاط. في الحقيقة هي الصحراء مساحة واسعة تحتاج إلى أعداد كبيرة من المجاهدين من أجل مسك التلال وربط الطرقات وإحكامها ووقف زحف تقدم قوات النظام. يعني إذا بهذا الشكل النظام بات قاب قوسين أو أدنى من قرية أبو دالي، يعني لم يبقى أمامه إلا قرية المشيرفي، ومن خلالها إذا سقطت قرية المشيرفي نعم يعني أبو دالي باتت في حكم الخطر. نعم وضحت فلذلك الصورة الناشط استعادوا الإعلامي كل محمود الحموي، شكرا جزيلا لك.